السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الشاي. اعتمدوا المقادير ديت اللي هنعملها مع بعض النهاردة، إن شاء الله هتعجبكم جدا. في بولة هضيف 1.5 كوباية من السكر، عليهم 4 بيضات في حرارة المطبخ، هضيف عليهم الفانيليا، هخلطهم كويس جدا بالمضرب لحد ما الخليط عندي يبقى لونه فاتح. هضيف عليهم 0.5 كوباية من الزيت و1 كوباية من الحليب، يكون الحليب برضو في حرارة المطبخ. هخلطهم كويس لحد ما يمتزجوا كويس مع خليط السكر والبيض. بعد كده هضيف باقي المقادير، 2 كوباية من الدقيق، معلقة من جوز الهند ودي حسب الرغبة لكن بتضيف نكهة حلوة جدا للكيك، معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. ان شاء الله مقادير الكيكة في صندوق الوصف. اخلطهم كويس جدا بالمضرب لحد ما المكونات كلها تمتزج كويس مع بعض. ده عندي قوام خليط الكيك. هنجهز صينية، دي مقاس 22، هدهنها كويس جدا بالزبدة، والافضل تكون زبدة لينة مش مذابة. بعد كده هنسخن الفرن على درجة حرارة 180. اول ما الفرن يسخن هندخل الصينية، هتقعد حوالي من 40 ل 45 دقيقة. هنختبرها بعد 40 دقيقة بخلة السنان، اول ما تطلع نظيفة هي كده خلاص تمام استوى. عندي هنا الكيكة بعد 40 دقيقة، اول ما تطلع من الفرن هغطيها بورق زبدة او بفوطة مطبخ وهسيبها لحد ما تبرد تمام. عندي الكيكة بعد ما بردت، جربوا الكيكة بالمقادير ديت من غير زبدة وتحفة جدا، ان شاء الله هتعجبكم جدا. شايفين عندي الكيكة باينة خالص في التقطيع ان هي طرية وهشة جدا من جوه. اتمنى ان شاء الله تجربوا الكيكة بالمقادير ديت وتقولولي رأيكم في التعليقات. دايما الكيك او اي كيكة دي او اي نوع كيكة بتبقى افضل تاني يوم، يعني الافضل دايما ان انت تجهزي الكيكة بالليل لو هتقدميها الصبح للفطار، او ان انت تجهزيها دايما لو عندك اي مناسبة قبلها بيوم. دايما اي كيك بيبقى طعمه اطيب لما بيبات. فاتمنى الوصفة النهاردة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. مع الف سلامة.